خلاص خلص مونديال ولا اروع. مساء الخير في البدايه واهلا وسهلا بيكم، تحيه طبعا لكل اهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه السادسه واللي استمتعوا. ما اعتقدش ان في حد بيحب كوره ما استمتعش بواحد من افضل كؤوس العالم، ان لم يكن الحقيقه افضلهم على الاطلاق، افضلهم لاسباب كتيره جدا. يمكن اللي يخصنا منها انه المونديال لاول مره بيقام على ارض عربيه، وانه تنظيم الحقيقه كان على اعلى مستوى، اكبر حضور في التاريخ لجماهير الكره العربيه كان في مونديال قطر 2022. اما على مستوى الكره فهو الامتع على الاطلاق. يعني انا بشوف الحقيقه المونديال ده من حيث المنافسه، من حيث المفاجآت، من حيث النتائج، من حيث الكره الحلوه، الكره الممتعه، الكره اللي فيها متعه واثاره طول ال 90 دقيقه. وكان ملخصها الحقيقه امبارح في نهائي المونديال اللي جمع بين فرنسا والارجنتين، واللي رغم فوز التانجو بعد مشوار طويل، حرمان لمده 26 سنه بيدوروا على البطوله، يمكن تكون واحده من اهم البطولات في تاريخ الارجنتين تحديدا. وان كانت طبعا يعني بطوله 86 تظل الحقيقه بقياده مارادونا، مش عارف المنتخب ده حكايته ايه، دايما لابد ان يكون منتخب النجم الاوحد. يعني في 86 مارادونا هو من احرز كاس العالم لصالح الارجنتين، وميسي هو من احرز كاس العالم للارجنتين. لان بشوف انه بعد رحيل ميسي من منتخب الارجنتين، اعتقد ان هم هيعانوا لسنين طويله في غياب ميسي، ومن الصعب جدا ان هم يحققوا اللقب ده مره ثانيه الا لو كان عندهم ميلاد جديد لاسطوره جديده، لكن الموضوع اكيد هياخد وقت. خليني اقول لكم كمان انه المونديال ده نهايه عصر، مونديال قطر ده كتب فصل اخير في نهايه عصر او فصل في كره القدم، رحيل عدد كبير جدا من النجوم عن المشهد وظهور نجوم جدد. يعني خد بالك من هنا ل 26 المونديال اللي جاي 2026 مش هتشوف رونالدو، مش هتشوف ميسي، مش هتشوف ليفاندوفسكي، مش هتشوف بنزيما وغيرهم كتير من النجوم اللي هيودعوا الملاعب، وما اعتقدش ان هم عندهم فرصه ان يظهروا في بطوله كاس عالم ثانيه. حتى بنزيما اللي ما شاركش في البطوله السنه دي اعلن اعتزاله اللعب الدولي، وحتى لو رجع في قراره هيبقى من الصعب جدا ان هو يشارك مع منتخب فرنسا في 26. الاهم بقى بالنسبه لنا، الاهم بالنسبه لنا احنا في مصر هنا، اللي حصل في كاس العالم ده اعتقد ادى دروس كبيره جدا لكل الناس اللي بتفكر في منتخب مصر في كاس العالم. بعد سنين طويله ونسخ كتيره كان مجرد حلمنا ومجرد هدفنا ان احنا بس يا رب نوصل ان احنا نتاهل لكاس العالم، اعتقد ان العروض القويه اللي قدمتها الكاميرون بفوزها على البرازيل، اليابان بفوزها على منتخب المانيا، التونس بفوزها على فرنسا، السعوديه بفوزها على الارجنتين، وغيره 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 من النتائج بتقول انه الفوارق ضاقت، الفوارق ضاقت. ووصول المنتخب المغربي الحقيقه يمكن يكون اهم مفاجاه للمربع الذهبي طبعا في البطوله دي، ممكن تكون اكبر واهم مفاجاه في كاس العالم. والحقيقه المغرب والسعوديه وتونس قدموا عروض في منتهى القوه وشرفوا الكره العربيه والكره الافريقيه، وحتى التوانسه يمكن كانت فرصهم وحظوظهم قريبه جدا من الوصول لولا الاخفاق امام استراليا، لكن الحقيقه قدموا مباراه كبيره جدا قدام منتخب فرنسا. وفي كلتا الحالتين سواء كنت بتكلم على السعوديه او على تونس، الاثنين قدروا ان هم يكسبوا الفرقتين اللي وصلوا للمباراه النهائيه. مفيش ادل على كده الحقيقه. المغرب بمشوارها بتجاوز اسبانيا وبلجيكا والبرتغال وكلهم الحقيقه من القوى العظمى، وكلهم الفوارق كبيره جدا رقميا حسابيا، يعني مش فارق في الملعب على الاطلاق. منتخب المغرب اثبت انه النهارده الفوارق الحقيقيه بتبان على ارض الملعب، الفوارق الحقيقيه تبان في ال 90 دقيقه، وقد كان، وقدروا ان هم يوصلوا للمباراه او للدور قبل النهائي. حظهم حظهم الحقيقه انه مشوارهم كان الاصعب. يعني لو كان في شويه حظ بس في الفرق اللي واجهتها المغرب في مشوارها لدور الاربعه او دور قبل النهائي، اعتقد ممكن فرصها كانت تبقى افضل. على عكس مثلا منتخب زي منتخب فرنسا، منتخب كبير، واه بشوفه الحقيقه يمكن يكون تاني افضل منتخب في البطوله، وكان يستحق الحقيقه. يعني لو بتتكلم كوره كان يستحق التتويج، قدم امبارح يعني عرض ولا اروع امام المنتخب الارجنتيني. واعتقد ان الكره الفرنسيه حتى بعد رحيل الجيل الكبير او الجيل الحالي، اعتقد النجوم اللي ظهرت في الملعب امبارح بتقول ان مستقبل الكره الفرنسيه مطمئن جدا الى حد كبير. السؤال هنا، احنا هنراهن على تاهل منتخب مصر ل 2026 ولا منتظرين نشوف مشوار زي المشوار اللي عمله المنتخب المغربي؟ واعتقد انه مصر بامكانياتها ومواهبها جديره الحقيقه انها تكون وسط الكبار دايما في
المونديال. عندنا كلام كتير جدا عن مباراة الأهلي وفاركو، عندنا كلام كتير طبعا على نسخة المونديال الأمتع على الإطلاق. بس قبل ما نبدأ حلقتنا وندخل في التفاصيل، خلينا نروح لفاصل ونرجع نبدأ معاكم السادسة. نبدأ أخبارنا وحلقتنا النهاردة مع الأهلي. واحد بس قبل ما أقول لكم في تفاصيل أخبار وأطمنكم على الفريق قبل مواجهة فاركو بكرة، واحد، الأهلي في كأس العالم كلام مش محل نقاش، يعني لا تصريح هنا ولا انترفيو هنا ولا جواب للفيفا هنا ولا الاتحاد الافريقي، والاتحاد الافريقي غير معني على الاطلاق يعني بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد، ممكن يغير من الامر شيء. اتكلم على الفيفا، الاتحاد الدولي لكره القدم هو المسؤول عن تنظيم البطوله. وانا لما قلت لحضراتكم يعني اللي بيتابع السادسه عارف ان انا اتكلمت في موضوع كاس العالم من قبل الموسم ما يبدا، من واحنا بنتكلم في فتره الانتقالات الصيفيه، وانا حاطط عيني دايما على 23 وبقول لحضراتكم 23 فيها سوبر ليج، فيها تشامبيونز ليج، فيها كاس عالم. وده ما كانش توقع ولا يعني ولا تكهن او في اطار التوقعات والتكهنات، لا ده كان مبني على حاجات كتيره جدا مرتبطه بالاتحاد الدولي ومرتبطه بالشكل الجديد للبطوله او مكان تنظيمها. وكان في اخبار كتير جدا بتقول انه من الوارد انه يتم التنظيم في دوله افريقيه، وبالتالي كانت فرص الاهلي كبيره، وقد كان طبعا، وبالتالي فرص الاهلي طبقا للوائح، بتكلم على لائحه، وبالتالي لا سبونسر ولا رئيس نادي ولا رئيس اتحاد ايا كان المستوى يعني ممكن يغير من الامر الواقع شيء. ده فيما يتعلق بالمشاركه. كلامي عن الاهلي النهارده ما يخصش، وانا دايما دايما لما باجي اعمل او بقول حاجه حتى لما الجمهور ممكن شويه يزعل مني او ياخد من الكلام ده، انا دايما باصص على مستوى المنافسه بره. يعني انا الحقيقه شايف انه الاهلي دايما احب ان يبقى في منافسه جوه، وبالعكس لما الزمالك بيبقى كويس وبيراميدز يبقى كويس والاسماعيلي يبقى كويس والمصري وسموحه وفيوتشر يبقوا كويسين والاهلي بيبقى بياخد البطوله في ظل منافسه قويه، ده شيء يسعدني. اما انك انت تاخد بطوله في اطار منافسه يعني دوري من المتخاذلين او اللي مستواهم مش في احسن حاله، ما يضيفش للاهلي شيء. اللقب في حد ذاته هدف، لكن مهم جدا يبقى لقب عن جداره واستحقاق في ظل منافسه قويه، ده اللي انا ببص عليه محليا. لكن المنافسه الحقيقيه بالنسبه لي انا بالنسبه لنادي الاهلي ببص دايما عليها على المستوى القاري على المستوى الدولي. النهارده بعد ما الاهلي شارك في بطوله الكبار في بطوله كاس العالم، تتكلم على 8 مشاركه، تتكلم على 3 مرات ميداليه برونزيه، بتتكلم انك انت تغلبت على كبار العالم كلهم باستثناء قاره اوروبا، دي القاره الوحيده اللي انت ما قدرتش تتغلب او تكسب بطلها، لكن امريكا الجنوبيه كسبت، اسيا كسبت، امريكا الشماليه كسبت، كونكاكاف كسبت. فانت تقريبا دايما خلاص اتعودت انك تلعب مع الكبار وتعودت انك انت تحقق انجاز، مظبوط؟ فبالتالي دايما عيني لما بروح على مثلا بطوله كاس العالم يبقى دايما عيني على ان انا احقق انجاز افضل، لما اروح بطوله دوري ابطال افريقيا او ان شاء الله باذن الله السوبر ليج عيني دايما على المركز الاول. ده مستوى المنافسه اللي انا ببص عليه، ده مستوى المنافسه اللي انا حاطه على مستوى التحدي بالنسبه للنادي الاهلي. وده مرتبط الحقيقه بحاجات كتيره جدا، واحد هي فكره اعاده الحسابات واعاده التقييم، واعتقد مستر كولر خد فتره كافيه جدا عشان يبص ويحدد مين مستحق، عشان في كلام كتير قوي اليومين دول نصه يعني او اغلبه مش حقيقي ومش صحيح، وكلام مرتبط بمستر كولر شخصيا، وهو راجل نفى ده حتى في المؤتمر الصحفي. لكن في النهايه محتاج تراجع حساباتك، محتاج تبص لاحتياجاتك قبل ما تبتدي الموسم بجد. كل اللي فات باستثناء مباراه الاتحاد المنستيري ومباراه الزمالك في السوبر اعتقد انه الطبيعي جدا في المتناول، الطبيعي جدا انه بعد الفرقه ما قائمه الاصابات تنتهي وتاخد فتره راحه طويله جدا، الطبيعي والعادي انه الاهلي يكسب كل ماتشاته في ظل قياده فنيه لواحد من المديرين الفنيين المحترمين جدا، واحد عنده تجربه يعني على اعلى مستوى، لعب في بطولات كبيره، لعب في يورو، لعب في تشامبيونز ليج، درب منتخبات، درب انديه، لعب بوندسليجا، يعني راجل عنده سي في محترم، ما تهيليش في مدرب جه مصر قبل كده بالسي في ده. فبالتالي كان نتيجه طبيعيه جدا، كون انه يبقى في دروب او يبقى في خلل برده مش اخر الدنيا، عشان ما نهدش الملعب، احنا لسه في بدايه الموسم. لكن في جميع الاحوال عندنا ماتش بكره مهم جدا، عندنا مرحله جايه مهمه جدا، وده اللي انا هتكلم عليه النهارده مع ضيفي ومع نجمنا النهارده كابتن عمرو الحديدي في الفقره الحواريه. خليني اطمنكم بس على تمرينه النهارده، النهارده كان في تمرين الصبح، و يعني تمرينه كانت بدايتها محاضره من مستر كولر، بعد كده اتكلم فيها طبعا على
على كل اللي فات وعلى كل اللي جاي. يعني الراجل الحقيقة ابتدى يتكلم بشكل موضوعي على الأخطاء، على المشكلات اللي ممكن تكون موجودة في الفريق واللي ظهرت بشكل واضح جدا جدا في مباراة فيوتشر. هتكلم على التمرين واطمنكم على ديانج. ديانج جاهز مشارك في التمرين النهارده واحتمال كبير يبقى موجود بكره في القائمه بتاعه الفريق. طيب خلينا اروح قبل ما ادخل في تفاصيل تمرينه النهارده والاهلي وماتش فاركو لردود الافعال العالميه على طبعا بطوله كاس العالم وعلى المباراه النهائيه. واعتقد ان العالم كله امبارح ما كانش بيشجع الارجنتين قبل ما اكتر ما كان بيشجع ميسي. يعني حاله التعاطف ما كانتش حبا في الارجنتين بقدر ما كانت حاله تعاطف مع ميسي، يمكن بدايه طبعا في فرنسا وفي اوروبا عموما. يعني الانتي برشلونه او الانتي ارجنتينا يمكن سلطوا الضوء على خطا فادح للتحكيم في المباراه النهائيه، والخطا ده كان في لحظه احراز ميسي للهدف الثالث. في نفس اللحظه دي ويمكن هتشوفوا بالظبط هي دي اللقطه اللي بتكلم حضراتكم عليها واللي معظم النهارده الصحف اللي كانت ضد الارجنتين، ومش لازم تكون ضد الارجنتين، ممكن تبقى حياديه الحقيقه، بترصد خطا فادح وقع فيه طاقم التحكيم سواء اللي في الملعب او الفار وقت او لحظه تسجيل ميسي للهدف الثالث في مرمى ايجو لوريس. اللحظه دي كان في اثنين من لعيبه الارجنتين البدلاء موجودين داخل الملعب. قانون اللعبه بيقول انه في حاله تواجد احد البدلاء لاعب من بدلاء الفريق داخل ارض الملعب لحظه تسجيل الهدف يلغى الهدف وتحتسب الكره دي ركله حره من مكان تواجد اللاعب الاحتياطي. وبالتالي اللقطه دي سلطت الضوء على ضروره او كان على الحكم ضروره عدم احتساب الهدف الثالث. طيب نروح لأهم العناوين في الصحف والجرايد نشوف كتبوا إيه على البطولة، وأغلبهم الحقيقة ركز على ميسي بشكل كبير جدا. ألقابه الحقيقة اللي ضمت طبعا عدد كبير جدا من الألقاب وأخرها طبعا توجها بكأس العالم. نروح للماركا، ميسي في السماء طبعا، دي صحيفة الماركا الإسبانية. سبورت قالت ميسي يرفع كأس العالم. الموندو ديبورتيفو قالت الأفضل في التاريخ، والكلام طبعا على البطولة وعلى إنجاز ميسي. أس الإسبانية قالت في السماء، طبعا ميسي هو بطل الغلاف في الصورة. لكيب طبعا اتكلمت على خروج المنتخب الفرنسي وقالت الرأس مرفوع. فاصل ونرجع لحضراتكم في السادسة. ده جزء صغير من تصريحات نجم الكرة الإنجليزية، نجم منتخب إنجلترا ونجم ليفربول الإنجليزي جون بارنز الحقيقة، اللي قالها في احد البرامج تحديدا برنامج صباح الخير بريطانيا فيما يتعلق باستضافه. انتوا عارفين طبعا كان في حمله شرسه استهدفت قطر قبل البطوله واثناء البطوله، وخصوصا فيما يتعلق بالقوانين اللي بتفرضها الدوله القطريه على ارضها في ظل استضافتها طبعا لحدث عالمي بحجم كاس العالم. وفي ظل الهجمه الشرسه دي طلع جون بارنز الحقيقه في البرنامج ده واتكلم على فكره ومبدا الحريات وفكره ومبدا احترام القوانين اللي دايما بنتكلم عليهم لما بنروح اي دوله في اوروبا، واللي دايما الحقيقه اي دوله انت بتروح او تزورها او تسمع انه حد زارها بتعرف قد ايه انه القوانين هناك مقدسه، وانه يجب عليك احترام القوانين من اصغر قانون لاكبر قانون، وانه مخالفه القانون جريمه كبيره جدا هتتحاسب عليها ان اجلا ام عاجلا. لكن لما يتعلق الامر باستضافه دوله عربيه واسلاميه للبطوله يبقى سحقا للقوانين، ويبقى لا في فكره الحريات وفي فكره يعني تجاوز بقى فكرة الأعراف والتقاليد والعادات وعدم احترام قواعد الدولة المضيفة. وده الحقيقة الموقف اللي تبناه جون بارنز بالرد عليه وهاجم ناس كتيرة جدا اللي كانت بتنتقد أو بتهاجم الدولة القطرية. حقيقة يمكن يعني احنا خدنا مجهود كبير جدا، وزميلي أحمد شهاب الحقيقة يعني خد وقت كبير جدا عشان يقنع النجم الإنجليزي جون بارنز، واحد طبعا من النجوم التاريخيين لإنجلترا. وانجلترا الحقيقه يمكن علامه استفهام كبيره في المونديال ده، سكواد يعني في منتهى القوه. انا الحقيقه يمكن على مستوى السكواد ويمكن القاعده او النتيجه النهائيه بتقول انه مش بالسكواد فقط تقدر انك انت تحقق لقب كاس العالم. يعني اذا كنت بتتكلم على سكواد تتكلم على نفس المستوى البرازيل مع فرنسا، اقوى منتخبين عندهم سكواد في البطوله، يجي من وراهم منتخب زي انجلترا، منتخب زي المانيا، منتخب زي اسبانيا، ومن بعد كده حط زي ما انت عايز بقى. في النهايه فاز سكواد تقريبا احنا ما نعرفش منه غير لوتارو دي ماريا، لوتارو اللي ما لعبش البطوله وكان واحد من أسوأ لعيبه الارجنتين، ومعهم ميسي ومعهم دي ماريا يفوزوا باللقب. طب ايه قصه الكره في انجلترا؟ وليه نجوم كتير جدا من اول ما ابتديت اتابع؟ انا طبعا ما شفتش 66 النسخه اللي فازت بيها انجلترا، لكن من اول ما ابتديت اتابع عرفت النجوم في الكره الانجليزيه بحكم مثلا
جاري لينكر بحجم جاس كاين بحجم ديفيد بيكهام بحجم جون بارنز. وليه الكرة الإنجليزية في ظل وجود الوفرة الكبيرة جدا من النجوم في الجيل الحالي مش قادرة تحقق إنجاز على مستوى قاري أو مستوى عالمي؟ ده كان واحد من الأسئلة من ضمن أسئلة كتيرة طبعا سألناها لجون بارنز، زي طبعا رأيه في مشاركة إنجلترا، رأيه وتقييمه لساوث جيت، طبعا بما أنه واحد من نجوم ليفربول الكبار سألناه عن مستوى ليفربول السنة دي، سألناه عن تجربة محمد صلاح، سألناه عن اللقاء المنتظر اللي هيجمع بين ليفربول وبين ريال مدريد، وعن توقعاته لمين هيكسب بطولة كأس العالم طبعا، لأنه اللقاء ده سجلناه معاه قبل المباراة النهائية اللي جمعت بين الأرجنتين وفرنسا. إجاباته وردوده على أسئلتنا كلها هتتابعوها معانا في السادسة، وبشكر الحقيقة الزميل مصطفى أبو علي اللي قام بترجمة الحوار. خلينا نروح نشوف جون بارنز قال إيه في تصريحات خاصة جدا للسادسة ونرجع لحضراتكم. بالنسبة لليفربول بالطبع كان لدينا الكثير من الإصابات في العام الماضي، ولم يكن لدينا فريق أكبر من مانشستر سيتي، حيث إذا كان لديهم إصابات يمكنهم تعويضها بلاعبين من المستوى العالمي. لن نستطع الفوز بدوري الأبطال لأن الإصابات كانت في مفاتيح اللعب، وهذا بسبب طريقة لعبنا، فإذا فقدنا لاعب منتصف ملعب سيكون الأمر صعبا علينا. ليفربول أيضا يتطور، فإذا نظرت للفريق سابقا ستجد أننا كنا نلعب بثلاثة في خط الوسط متشابهين تماما، أقوياء وأصحاب جهد كبير، ولكن ليسوا على المستوى الفني الكبير كخط منتصف مانشستر سيتي. بينما الآن في ليفربول فلدينا فيرمينو وصلاح وماني، في خط الظهر روبرتسون وأرنولد، وهذا سبب هجومنا القوي والقدرة على الإبداع. فلاعبو خط الوسط الثلاثة عندنا دوما ما كانوا يدافعون بقوة فقط، ولكن الآن يوجد تغييرات، فلدينا تياغو وهارفي آليوت ولدينا كارفاليو، وهم لاعبون على مستوى فني كبير لكنهم ليسوا بنفس القوة الدفاعية كفينالدوم وميلنر وهندرسون وفابينيو، لذلك سنرى الأظهرة مدافعة لا تهاجم كثيرا كالسابق. بالطبع لدينا المزيد من الإبداع على مستوى خط الوسط، وعلينا التأقلم مع هذا لأنه يجب علينا ذلك، لأن لدينا لاعبين بين 25 وعمر 32، فيجب علينا الاعتماد على اللاعبين الشباب والتطور، ويجب إعطاء هؤلاء الشباب المزيد من الوقت. هارفي آليوت وكارفاليو ودياز ونونيز، هذا فريق جديد لليفربول ويجب إعطائهم الوقت ليتحسنوا، لكن يظل علينا أن ننهي الموسم في الأربعة الكبار وأن نذهب إلى دوري الأبطال ولا يكون لدينا إصابات. فحينما تتأقلم مع طريقة اللعب الجديدة، لأننا كنا نلعب بطريقة معينة لمدة 4 أو 5 سنوات بمنتهى الثبات، مما يعني أننا سيكون عندنا مزيد من الهجمات من المنتصف، ولن ترى هجمات كثيرة من الأظهرة المدافعة، لأنهم حينما يهاجموا وليس لدينا خط منتصف دفاعي قوي فربما سنتكبد أهداف في الهجمات المرتدة، وهذا ما حدث بالفعل. بالطبع محمد صلاح نجم ليفربول يؤدي أداء مذهلا منذ أن جاء إلى النادي، لأن إذا أردت أن أثني على محمد صلاح فسأقول إنه إنسان متواضع ولاعب كرة قدم رائع، ولكنه لاعب جماعي يلعب لأجل الفريق. يمكنك أن ترى بعض اللاعبين بمهارات أكبر وقدرات بدنية أكبر، ولكنهم طماعون ولا يقدرون زملائهم. لن أذكر أي أسماء، ولكن هؤلاء اللاعبون يشعرون بأنهم أهم من زملائهم في الفريق، وليس لأن محمد صلاح مبتسم دائما طوال الوقت في وجه الجميع، ولكنه لأنه يلعب من أجل زملائه، كل زملائه بغض النظر عن كونهم نجوما كبار أو لا، فهو يكن لهم الحب والاحترام، وهذا ما تدور حوله كرة القدم. كرة القدم مبنية على الجماعية وليس الفردية، ومحمد صلاح في النادي الصحيح الذي يوفر له البيئة المناسبة ليظهر ذلك، لأن في أندية أخرى أهم شيء هو الفردية، وإذا كان محمد صلاح في نادي آخر فسيضعونه في مكانة أكبر من زملائه، ولكن محمد صلاح لا يرى نفسه بهذه الطريقة، لكن في ليفربول لا يفعلون ذلك، فالجميع هناك في نفس المستوى لأن النتيجة واحدة للجميع، نفوز معا ونخسر معا، وحينما يريد محمد صلاح زيادة في راتبه فهو يستحق ذلك، فهو لاعب رائع، هو نفسه يرى أنه كباقي زملائه، لذلك أنا كنت سعيدا جدا حينما وقع وآمل أن يكون لمدة 3 سنوات، لأنه بالطبع لديه مستقبل كبير أمامه، ونحن جميعا هنا في ليفربول نحبه. ها نحن هنا الآن في نهائي كأس العالم. في البداية اعتقدت أن فرنسا والأرجنتين ستصل للنهائي بسبب ميسي لأنه لاعب المفضل، وبالنسبة لفرنسا لأنها واحدة من أقوى المنتخبات على المستوى الفني والبدني، والتي أدت أداء رائعا ضد إنجلترا أو ضد المغرب وحتى اللحظة.
أود أن تفوز الأرجنتين لأنني أحب ميسي وهو لاعب المفضل، لكن حدسي يقول إن الفائز سيكون فرنسا لأنها قوية جدا من الناحية البدنية وكذلك الفنية، فلديهم مبابي لاعب مذهل، لكن جريزمان هو أهم لاعب بالنسبة لي، يقوم بعمل كبير في منتصف الملعب ويخلق الفرص، لذلك أتوقع أن يكون نهائيا عظيما. بالنسبة لإنجلترا فقد فعلوا ما عليهم أن يفعلوه، فإذا نظرت لآخر البطولات التي شاركت فيها إنجلترا فستجد أنه كان لديهم منافسات قوية، لكنك لا تحزن إلا حينما تجد الفريق يخسر من منتخبات أقل في القوة، لكن مشكلة إنجلترا في كأس العالم الأخيرة واليورو هي أنها تصطدم بمنتخبات متساوية في القوة معها، كما رأينا بلجيكا وإيطاليا في آخر النسختين من اليورو، وكذلك فرنسا في كأس العالم وكرواتيا في النسخة السابقة. في كأس العالم 90 خسرنا أمام ألمانيا وكان هذا أفضل أداء لنا. أفضل أداء لإنجلترا في تاريخ كأس العالم كان في كأس العالم 90 أمام ألمانيا في نصف النهائي وخسرنا. بسيناريو مماثل في كأس العالم الحالية فقد اختبرت قوة إنجلترا أكثر من مرة، فازوا على السنغال وإيران وأمريكا وكان لديهم مباريات صعبة فعلا، لكن أصعب مباراة كانت ضد فرنسا وربما هي أفضل مباراة خاضوها. لقد استحقوا الفوز في هذه المباراة لأنهم لعبوا جيدا لكنهم خسروا، لكن هذا هو حال كرة القدم، يجب عليك أن تحقق نتيجة إيجابية وتنجز مهمتك كاملة كما فعلت فرنسا، فلم تكن الأفضل ضد إنجلترا أو ضد المغرب لكنهم أدوا المهمة كاملة وهذا ما يلزم البطل. بالنسبة لساوثغيت كل ما على المدير الفني أن يفعله هو أن يعزز قدرات ونفسية الفريق، وهذا ما قام به ساوثغيت. أن تعزز قدرات فريقك معناه أنه حينما تواجه منافسا فيجب عليك أن تتغلب عليه، وهذا ما حدث، فقد واجهت منافسا متساويا معك في القوة أو أفضل منك. نعم ببعض الحظ كان يمكنك التغلب عليه، لكن لا يمكنك أن تتوقع أن تفوز إنجلترا بكأس العالم لأنهم ليسوا أفضل فريق في العالم. نعم لديهم لاعبون جيدون لكنهم ليسوا أفضل من فرنسا ولا بلجيكا أو إيطاليا أو إسبانيا ولا البرازيل والأرجنتين. بالطبع من الممكن أن تفوز على أي من هذه المنتخبات حينما تواجههم، لكن بالطبع واجههم منتخب فرنسا الذي يمتاز بالمرونة الكبيرة وهذا من سوء الحظ. لا أعتقد أنه يمكن لأي مدير فني أن يقوم بأفضل مما قام به. ساوثغيت نحن نتحدث عن قوة الدوري الإنجليزي، ومنذ أن بدأ الدوري الإنجليزي بالتداعيات المالية التي ظهرت وقوة الدوري الإنجليزي تتلخص في اللاعبين الأجانب، ولهذا السبب فالدوري الإنجليزي هو الدوري الأقوى في العالم، وليس ضروريا أن يكون السبب هو اللاعبون الإنجليز المتواجدون في هذه الأندية وإنما هم اللاعبون الأجانب. لذلك إذا نظرت للمنتخب الإنجليزي الآن ستجد هاري كين كأهم لاعب في توتنهام، ولكن بعيدا عن هاري كين من من لاعبي المنتخب الإنجليزي يمثل اللاعب الأهم في نادي؟ إذا نظرت لليفربول على سبيل المثال فلديك محمد صلاح، فيرمينيو ولاعبين عظماء كادييز وبطبيعة الحال هندرسون، ولكنه ليس أهم لاعب. فليس معنى أن الدوري الإنجليزي هو الأقوى أن إنجلترا لديها أفضل فريق وأفضل لاعبين. بالطبع دعمت قطر وحقها في تنظيم كأس العالم، ولأجل هذا نالني الكثير من الانتقادات هنا في إنجلترا بخصوص رأيي هذا، ورأيي هذا ليس فقط لأنها بطولة رائعة، ولكن يجب أن نكون حذرين لئلا يفرض أحدهم رأيه بديكتاتورية بخصوص ما يجب أن يحدث. وما خيب أملي بخصوص إنجلترا وأنه رغم التقارير التي وضحت أن قطر منفتحة تماما وتتقبل جميع من يأتي إليها، لكن يتم انتقادها من اليوم الأول بدون حتى أن نرى ثقافة البلد ونرى ما لديهم ليعرضوا ونرى كيف يتقبلون الناس بأذرع مفتوحة. فإذا نظرت إلى دبي فستجد أن هؤلاء الذين ينتقدون كأس العالم في قطر سيكونون سعداء ليذهبوا إلى دبي، وسيكونون سعداء بمتابعة الدوري السعودي، بل سيكونون سعداء أيضا لمتابعة الأندية القطرية. لهذا انتقاد البطولة كان أمرا مخيبا للأمال لأنها كانت بطولة رائعة، جميع من كان هناك من كل بلد في العالم اتفق على أنها كانت أفضل نسخة لكأس العالم بسبب حسن الاستضافة، سهولة التنقل لمشاهدة المباريات، الود في التعامل، الطعام، الثقافة. بالطبع كل ثقافة لديها مشاكلها، وليس فقط أننا ضد حقوق الشواذ وحقوق العمال، لأننا هنا في إنجلترا لدينا مشاكل بخصوص حقوق العمال، ولكن لن نقبل أن يأتي إلينا أحد ويخبرنا أننا نسيء لعمالنا، وهذا ما يجب أن نتوقف عن فعله في الغرب، وأن نشعر أن باقي العالم مريع وأننا متكاملون، بل يجب علينا أن ننظر إلى بلدنا أولا وأننا لدينا مشاكل مشابهة. يعني هو الأكيد طبعا أن احنا كلنا استمتعنا
بجرعة كرة قدم حقيقية، لأنه في كرة قدم حقيقية وفي كرة قدم مش حقيقية، لكن كرة قدم حقيقية على مدار بطولة كأس العالم. ويمكن اللي مزود فرحتنا أو مزود إحساسنا بالرضا وبالفخر في نفس الوقت أكتر من حاجة، أكتر من سبب. واحد، سواء كنت مع أو كنت ضد فكرة أنه قطر تستضيف كأس العالم، لكن ما تقدرش تنكر في النهاية أنها نجحت نجاح مبهر في استضافة البطولة. وكتير وصف النسخة دي أنها النسخة الأفضل تنظيما والنسخة الأفضل إمتاعا والنسخة الأفضل إثارة على مدار تاريخ بطولة كأس العالم الممتد ل 92 سنة. الناحية التانية أنه كمان الفريق الوحيد اللي قدر يكسب بطل العالم هو فريق عربي، منتخب السعودية كسب الأرجنتين في نفس البطولة. والحاجة الثالثة اللي أسلجت صدورنا الحقيقة وشرفتنا ورفعت رأسنا هي مشاركة المغرب الرائعة في البطولة وإنجازها العظيم بأنها تلعب العلامة الكاملة، تلعب 7 مباريات في بطولة كأس العالم، وده العدد الأقصى من المباريات اللي تقدر توصله في البطولة، وحقق المركز الرابع. فبالتالي في حاجات كتيرة جدا، لكن في كمان كتير من الدروس المستفادة اللي يهمنا أن احنا نقف عندها فيما يتعلق بكرة القدم، فيما يتعلق بالتخطيط، فيما يتعلق بتحديد الأهداف. وده اللي هنتكلم عليه مع طبعا ختام كاس عالم للمنتخبات، رايحين على كاس عالم للأندية بمشاركة الأهلي اللي دايما مشرفنا ودايما مشرف الكرة المصرية والرياضة المصرية. هنتكلم مع نجمنا النهاردة وضيفنا فيه السادسة نجم الكبير وكابتن مصر والنادي الأهلي كابتن عمرو الحديدي. كابتن عمرو مساء الخير وأهلا وسهلا بيك. أنا بحضرتك ربنا يخليك. سعادة بالغة من كابتن عمرو وهو داخل الاستوديو عشان الأرجنتين كسبت زي ما قال معانا في حلقة قبل كده. منور الدنيا كابتن عمرو، اقول لك مبروك، يعني اقول لك مبروك بس يعني هقول لك مبروك فاز من لا يستحق. هقول لك على حاجه ممكن هنقولها مبروك ان احنا كلنا متعاطفين مع ميسي ان هو نهايته يعني الكرويه. انا قلت حسيت انه يعني كنت بقول في بدايه الحلقه انه ويبدو انه حاله التعاطف مع ميسي بالزبط. اكبر من حاله التعاطف مع الارجنتين نفسها، في ظل انك انت لو شلته من الفرقه مش هتحس ان فرقه الارجنتين، مع فرقة. احتفاظ ان دي ماريا يعني طبعًا كارت طبعًا كبير لعب بيه اسكالوني باداء اكثر من رائع، يمكن هو ده اللي غير موازين الاهداف اللي كانت الارجنتين كسبانه. اتكلم معاك عن الماتش امبارح، بس هو الحقيقه هو ميسي هو نجم الارجنتين الاوحد. يعني انا طبعًا كنت بتكلم انه لو سالت اي حد النهارده على منتخب الارجنتين باستثناء ميسي ودي ماريا ولوتارو مارتينيز ما تعرفش حد تاني من الاسماء اللي موجوده في الملعب، وما فيش لعيب تقيل يلفت نظرك، يعني ما فيش سكواد تقول انه السكواد ده يقدر ياخد البطوله من البرازيل، يقدر ياخد البطوله من انجلترا، يقدر ياخد البطوله من فرنسا قبل البطوله. سيبك من النتيجه النهائيه، لكن بتكلم على مستوى السكواد، بتكلم على العناصر، على مش هتخرج بره 4 لعيبه يعني 4 5 لعيبه بالكثير باستثناء ميسي. لكن ميسي هو كان عنصر الحسم طول البطوله بقى، يعني بتكلم على ماتش النهائي دي ماريا خد جانب شويه من حته معينه اللي هو الفكر بتاع سكالون ان هو ما كانش موجود ولعب ال 68 دقيقه اللي هو لفت انظار الناس كلها بيحرزوا الهدف والسرو باص اللي عمله لميسي ده كويس جدا. فرنانديز الناشئ ده يعني هو ده لعيبه نص الملعب، رودريجو دي بول ده حاجه، يعني هقول لك دول رمانه الميزان للعيبه مولينا لغايه الهدف التعادل ضربه الجزاء اللي اتعملت التالت قبل ما يغير التالت، حادد من خطوره امبابي بكتير. بص يا استاذ احمد، مجمل الكلام ارجنتين نسبه وتناسب، معظم الناس اللي بتتكلم 70 30 80 20 ان ارجنتين موضوع. احنا بقى تعاطفنا باسلوب تاني اما جه فور البطوله والسعوديه كسبت. طيب لما تحسب ان ديت ممكن تكون هي الدفعه وتغيير حسابات سكالوني ممكن جدا طبعا هي يعني دي حطته في حته وحطت المغرب في حته، ادت احترام لامكانيات العرب اللي موجودين او الافريقيه اللي كانت مشاركه. بس المغرب فاهم درس، فاهم تخطيط، فاهم اسلوب، وصل لاعلى درجه في المباريات 7 مباريات ان يوصل من حصل في تاريخ المغرب. بس انا عارفك حاجه برضو لما بنتكلم على البطوله اخيرا، يعني هي ماتش فرنسا الارجنتين بس بتجيب الرانك التصنيف العالمي لافضل المنتخبات واجي ابص على 10 الاوائل فالاقي منهم الارجنتين، الاقي منهم البرازيل، الاقي منهم اسبانيا، الاقي منهم المانيا، الاقي منهم فرنسا. المنتخبات تمام خسر امام صغار اللي بيتقال عليهم منتخبات صغيره قبل البطوله، البرازيل، فرنسا، المانيا، اسبانيا، برتغال، بلجيكا،
دول 7 منتخبات من افضل 10 منتخبات على مستوى العالم. تمام. خسروا قدام الكاميرون، خسروا قدام السعوديه، خسروا قدام تونس، خسروا قدام المغرب. المغرب خسروا قدام اليابان. بالتالي هل اللي احنا انه في مفهوم جديد اتولد في كاس العالم قطر، ولا احنا ده بس مجرد استثناء والامور هترجع لشكلها الطبيعي بعد كده؟ فاكر حضرتك هنا ما كانت اول مباراه كل مونديال في لقطه قدام كسبت الارجنتين بهدف مانبيك قدام فرنسا بالظبط. هي هتيجي طفرات كتير بس مش هتكرر. ايوه المره دي ما كانش تيتي مدرب منتخب برزولك. انا فهمت درس اللي قضيته السعوديه على الارجنتين وفهمت الدرس بتاع مانبيك. العربيه مش هتكمل معانا، مش هتصمد كتير، الضغط عليها يبقى مبادل حاجه تانية خالص. كده حضرتك لو انا من ضمن اللجنه اللي بتختار احسن ناشئ قرب الارجنتين او ممكن انت تكوينه بجسمان ما تتخيل الامكانيات دي تطلع من لعيب رقم 8. لفت نظري من اول مباراه لعبها امكانيات وكل حاجه. احنا بنقول الدروس المستفادة احنا اللي عايزين نستفيد، احنا مصر، احنا اللي عايزين نستفيد من اللي احنا شفناه. احنا قريبين نستفيد، احنا قريبين مبدئيا. يعني احنا شايف ان احنا قريبين من الكلام ده ولا احنا اللي احنا شفناه امبارح؟ عموما يعني اجمالا الكرة اللي اتقدمت، شخصية المنتخبات اللي ظهرت، الفوارق اللي دابت، شايف انه مصر لو موجودة في كاس عالم او هتروح كاس عالم قريبة من الكلام ده ولا احنا في حتة تانية خالص؟ لا طبعا خالص. احنا بنتكلم على الذكرى بس، ان احنا كسبنا المغرب، احرجنا بلجيكا، دي امور عاديه. لا اللي احنا شفناه ده، لا احنا نروح في حته، ما نروحش في حته تانية، ما نروحش هناك خالص. بالاداء اللي احنا شفناه من منتخب السنغال ولا الكاميرون ولا منتخب المغرب ولا تونس، لا احنا لازم نعيد حساباتنا من جديد. نسيبنا من الكوتشينه القديمه دي خالص، نفكر في الجديد بقى. الجديد اللي هو التخطيط، ان انا اعرف اوصل. هو ما فيش حد بيوصل للعالميه غير النادي الاهلي. النادي الاهلي عشان في تخطيط، في اسلوب، في فكر، مش بالحظ ولا بالصدفه ولا مصاب قوم عند قوم فوائد ان انا بخش كده وخلاص. لا انا بمثل وبمثل تمثيل مشرف وبعرف انا بوصل لغايه فين. لازم يبقى عندنا فكر ناشئين، ويعني يعني هنقول انت صعدت كام لاعب، مين لفت نظرك غير صلاح؟ زي ما انت بتقول منتخب ميسي، انت بتقول منتخب مصر منتخب صلاح. نفس الكلام، نفس الجمله. هو منتخب صلاح لانه صلاح افضل لاعب في الجيل الحالي بس خلاص. انت بقى اختياراتك فين؟ ما بتجهزش ليه؟ ما بتشتغلش على نفسك زي 2006 و2008 و2010؟ هي بقت مشكله ان انا هقارن، ما عملتش جيل زي ده تاني ليه؟ حسني وشوقي ووائل وهاني سعيد وعصام وحمص كل واحد فيهم له تاريخ، ومتعب وزدان وميدو، الناس دي موجوده، وعمرو زكي، اسماء كتير عشان ما انساش حد، وفتحي وسيد معوض، في ناس كتير قوي. ايوه اعمل. انت في الجيل ده ما تعرفش تختار منتخب مصر، يعني ما تعرفش تحط تشكيل منتخب مصر. اعمل. هو الكابتن حسن كان عنده صعوبه ان هو بيختار في الوقت ده. ما هي دي اللعيبه اللي كانت موجوده. هو ده القماشه، القماشه دي بقى ترجع لمين؟ ايام مانويل جوزيه كان ال 11 ولا ال 12 ولا ال 13 لاعب بتوع النادي الاهلي يروحوا المنتخب كلهم. بركات وائل جمعه والنحاس وحسني وانا اسف وشوقي كل دي كانوا موجودين. والاحتياط اللي بره او الغيار من اللعيبه الاساسيه الموجود، انت بتختار بانهي عين؟ بعين للصالح العام، عين الصالح العام وليس الصالح الخاص. هي قطر امبارح ما كانتش سعيده بالافتتاح وسعيده بالنهائي وسعيده باللي قدمته وسعيده اللي صورت الصوره للعالم كله بالاسلوب ده. ما اللي جاي بعديه امريكا وكندا والمكسيك مش هيبقى كده. او شوف لسه في 4 سنين. اشك امريكا برضو. امريكا ماشي، انا موافق كابتن عمرو. انا موافق يا استاذ امريكا أكيد. انا عارف انت استفدت كتير وعارف، بس اللي احنا شفناه محترم ومبهر. بس هتعمل زيه ده مش كلامنا احنا، بس مش هتعدي. يعني العالم كله، العالم كله بيتكلم الحقيقه على بطوله ناجحه جدا. يعني هم نجحوا الحقيقه على تنظيما، على كافه المستويات، اخلاقيا، الدين الاسلامي بشهرته وبكيانه، وصل باسلوب راقي والناس كلها احترمته، عدم التجاوزات والتنازل لاي حد اللي بيغلط بيترحل، حاجات كتير قوي. اما الفرق الثانيه او المنتخبات الثانيه ادتك الضوء ده اخلاقيا وتربويا زي اليابان، بس انا في مكانها. عايز ارجع تاني لكاس العالم. تمام.
في نقطة مهمة جدا يعني لما اجي بص مش بس للنهائي، يعني تعال نبص لمربع الذهب للدور قبل النهائي، الاربع منتخبات اللي لعبوا العلامة الكاملة، لعبوا 7 ماتشات في البطولة. تعرف 7 ماتشات دي يعني اعلى عدد مباريات ممكن تلعبه في بطولة كأس العالم. لما اجي ابص عليه هلاقي كرواتيا كان بيتقال عليها في بداية البطولة منتخب العواجيز، هلاقي منتخب المغرب منتخب غير مصنف، وترشيحات وصوله للمباراة النهائية كانت 0.01 بالظبط. هلاقي منتخب الأرجنتين وهو برضو مش المنتخب المثالي أو المنتخب المدجج بالنجوم والعناصر القوية، طريقه كان أسهل بكتير من الفرق التانية، طبعا طريقه كان سهل جدا، وكرواتيا خدمته إنها خرجت البرازيل بالظبط. والمنتخب الوحيد اللي فيه سكواد على أعلى مستوى تقدر تقول عنده فرقتين هو منتخب الفرنسي. فقصة البطولة مش قصة إمكانيات لعيبة، ومش قصة سيفيهات، ومش قصة أسماء، ومش قصة قيمة تسويقية. أكيد في حاجات تانية توصل للقب زي لقب كأس العالم، وقيس على كده أي بطولة بقى. أنت بتتكلم يعني عن الأربع فرق، كرواتيا والمغرب بيلعبوا ثالث ورابع، وألمانيا وأسبانيا مش والبرتغال موجودين. وهولندا وإنجلترا مصيفين بدري، وتخيل حضرتك مش موجودة خالص في السفرية أو في البطولة خالص إيطاليا طبعا مش موجودة. لا إحنا بنتكلم في شغل. احنا لما قلنا ان منتخب مثلا، هنتكلم عن المنتخب العربي الاول، منتخب المغرب لما كان موجود احنا قلنا اقصى الطموح يوصل 16 مثلا واما لقينا ده يعني ممكن نطلع 8. شويه يبقى 8. وصل ان هو ابهر العالم وابهر كل المنتخبات بالاحترام في اداء اللعيبه. صحيح، مش اسمه ولا عادي يعني. وحيد خليلوزيتش اما ازاي حكيم زياش ده مش موجود، ازاي مين عز الدين قناحي، مين مرابط، من بوفال، شفنا اسماء كتير في ظل. نتكلم بقى في الحته الفنيه بقى، انا واحد من الناس قلت رقم واحد هتلاقي بدر بانوه مش موجود. ايوه رقم ثلاثة من اللي موجودين يعني انت بتحتاجه في حاجات معينه في مباراه البرتغال عشان يلعب العاب الهواء مع كريستيانو. يعني ايه يا جماعه الناس دي؟ ايه الناس دي بتخطط رغم ان هو بقى له شهرين بس، شهرين ونص وليد الرجراجي ماسك المنتخب. بص بقى الجروب اللي شغال معاه، المحللين الاداء اللي كانوا شغالين بره في البرازيل وشغالين في بلجيكا، الشغل، اداء اللعيبه، تغييراته، وجوده، حضوره، شخصيته، جرأته، حاجات كتير. يمكن هارون هو فرط في جزء واحد بس من الجراءه دي، ان هو ما كملهاش، ان هو في مباراه كرواتيا غير 5 لعيبه في الفرقه. هي دي اللي يعني قلنا ايه، احنا عشمانين في التالي. الراجل طلع يعتذر لجمهور الكوره في المغرب عشان حقق المركز الرابع. ده يعني لو حصلت عندنا يعني انت متخيل ده كان كسر الدنيا. طبعا لا، واسلوبه يا استاذ احمد على مدار ال7 مباريات ما بيتغيرش. لا عجبني كمان انه مدرب وطني، يعني ما هو يعني قال لك خد بالك انه وليد الرجراجي مدرب الطوارئ. احرج المنتخب في طوارئ، احرج منتخبات العالم في طوارئ، هو مدرب وطني. بس مين يقدر يقول مدرب وطني غير اشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان او خليل او حكيم زياش؟ لا دي كيمياء، ثقه شخصيه مدرب مع لعيب، وازاي اغيرك وانا ايه الفكر وايه الهدف. كلنا بنلتف حوالين النجاحات. افضل مدافع في البطوله من وجهه نظرك؟ افضل خط دفاع في البطوله من وجهه نظرك؟ وافضل مدافع؟ هقول لك على حاجه، يعني خد بالكوا كابتن عمرو يعني سي في ايه، لعب على مهاجمين من كل القارات. لعبت على مين يا كابتن عمرو؟ ديل بيرو في ايطاليا، جارديولا، اسبريلا نجم كولومبيا، اسبريلا فاكره بتاع كولومبيا، الحاول القطري مبارك مصطفى ومحمود الصوفي. يعني من اتنين فراوده اقوياء جدا، واحد 2 متر 18 ولا 17 حاجه طويله، غير ما خش على النت واكتب محمود الصوفي الصومالي الجنسيه جنسيه قطريه، لعب معانا في برشلونه. دينو باجيو في ماتشات وديه كنا بنلعب منتخب ايطاليا وتعادلنا 1-1 ولعبت عليه، ما عرفناش الاسماء دي بقى الا بعد شويه. يعني جارديولا كان موجود، ديل بيرو كان موجود، ديل بيرو طبعا نجم ايطاليا، وجارديولا اجمل المواهب اللي قدمتها ايطاليا كره القدم. الاسهل انك تلعب على لعيب حريف ولا تلعب لعيب قوي والعاب هوا وكده؟ يعني لا، ده انا اتمتع مع قوي الالعاب الهوا ده. الحريف ده يعمل اصدع في دماغي. مين افضل مدافع في البطوله؟ هقول لك على حاجه، هي البطوله دي حراس مرمى وديفندرات، ما كانش فيها حد ملفت للنظر في خط الظهر. خط الظهر ما حدش لفت نظره؟ لا ما يمكن هقول لك المدافع بتاع منتخب فرنسا اللي نزل في اخر المباراه، الاسمر
ماتش امبارح كوناتي. كوناتي يعني بيلعب في ليفربول طبعا. لو بدري لو كتير شويه هادي وراسي وعنده. شفت الديفندرات هي بقول لك لغز البطوله. مرابط، بوفال، عز الدين اناحي، معجب انت من المغاربه قوي قوي، هم يستاهلوا قوي. جراء، هقول لك على حاجه. ادي الفرص الحظوظ اللي جت للمغرب في مباراه فرنسا بضربتين الجزاء، الماتش اتقلب، الكورتين اللي راحوا بيهم الفرصتين. هو احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل، يعني انا شايف انه كلمه طبعا، يعني شايف انه السبب الرئيسي في خساره فرنسا اللقب دي ديشان، يعني تشكيلته وطريقته في بدايه المباراه كانت سيئه جدا لغايه الدقيقه 80. انا شايف انه التغيير اللي قلب المباراه غير السيناريو، خروج دي ماريا من الارجنتين ونزول كينجسلي كومن في فرنسا. دي حقيقة. هم دول اللي كانوا المفروض يعني، او كينجسلي كومن تحديدا، كنت شايف انه ازاي يعني ازاي لعيب زي كومن ده يقعد على الدكه. لا ما يعني رقم 20 اكثر من رائع يعني. اقول لك على حاجه، كان في اربعه بيهاجموا فرقه فرنسا يعني لغايه الدقيقه 80، انت ما شفتش امبابي خالص. ال10 دقائق مع الوقت الاضافي الاول والثاني هو اللي مستحوذ على كل مجريات الملعب. صحيح. قبل ما نكمل كلامنا سمحنا نروح لفاصل بسرعه ونرجع نكمل كلامنا مع نجمنا النهارده وضيفنا في السادسه الكابتن عمرو الحديدي. انت من وجهه نظرك بتبص للكوره ومستني المتعه، مستني الاثاره، مستني المنافسه، مستني حلاوه الاداء، لكن في ناس ثانيه قاعده بتبص بشكل مختلف تاني. لما موضوع بيزنس كبير جدا واحنا بنتكلم على وكلاء اللاعبين، بالتاكيد بطوله بحجم بطوله كاس العالم سوق في عرض وفي طلب وفي صفقات وفي نسب وفي عمولات، وخصوصا طبعا زي ما تابعتوا الارقام مع ارتفاع نمو العائدات الخاصه بوكلاء اللاعبين في الفتره الاخيره. بالتاكيد كمان مهم جدا تسال هل الانجاز اللي حققته الكره العربيه والافريقيه والنتائج الايجابيه اللي حققتها المنتخبات العربيه هيكون ليها مردود، يعني ترجمت بقى بطوله كاس العالم والمستويات القويه والشكل المحترم والاداء القوي اللي ظهرت عليه المنتخبات العربيه زي تونس والسعوديه والمغرب، نجاح المغرب في الوصول لدور قبل النهائي، فوز السعوديه على الارجنتين، فوز تونس على فرنسا. هل ده ممكن بقى في سوق الانتقالات واحنا داخلين على الميركاتو الشتوي يترجم بشكل يقول انه اللاعب العربي وبعد نجاح تجارب مثلا زي زياش وزي حكيمي وزي مزراوي وزي صلاح وزي محرز في السنوات الاخيره ان هم يوصلوا للمستويات الاحترافيه الاي كلاس، هل ده ممكن يساعد اكتر في 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 في, في تواجد اكبر على الساحه لنجوم الكره العربيه؟ نسمع راي كابتن عمرو الحديدي. بص يا استاذ احمد، هنقول اللي انت حضرتك كل الاسماء اللي انت قلتها كانت الناس دي عارفاها تمام، وعارفه امكانياتها وعارفه مقدارها المالي والسماسره اللي بتشتغل على ده. ايوه. بعد اللي حصل من الارجنتين، بعد اللي حصل من السعوديه والمغرب وتونس، خلاص بقينا في حته ثانيه. هنخش في حته تانية خالص بقى. في اسماء كبيره موجوده في انديه في دوري الدرجه الثانيه ودوري الدرجه الاولى في فرنسا، هتلاقي في حته تانية اجمد بكتير من يعني انت اول ما اتكلمت عن عز الدين اناحي قال لك برشلونه بتكلمه، مرابط ليفربول بيكلموه. ايوه. يعني انت هتلاقي بقى حتى المدربين يعني زي وليد الاجراجي بره ان هو ماسك منتخب المغرب، ممكن يجي له عروض لانديه كبيره ومنتخبات كبيره. راجل ليه شخصيه وليه اسلوب وليه فكر كل الناس احترمته فيه. طبعا السماسرة هتشتغل اقوى موسم هتشتغل عليه في كاس عالم 2022 موسم الانتقالات الشتويه دوت للسماسرة اللي موجوده، المانجر بتاع كل لاعب. مصر داخله في المعادله ولا 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 ده بتزكي بتسند بتواكب الموكب ده بالاسماء؟ ان صلاح برضه في حته ثانيه. أيوة. صلاح في حته ثانيه بره، يعني هداف الدوري الانجليزي والمحقق اعلى تارجت لليفربول، كل دوت للصالح العام. اذا كان انك بتبص يعني ما فيش صلاح، ما فيش ريال محرز، ما فيش يوسف بلايل، الاسماء اللي احنا شفناها. أيوة. في كاس العرب. بس هي على فكره يعني مش بالضروره فكره انك انت تبقى، يعني انت كنت مثلا بتشيد وبتتغنى بمستوى وناحي نجم المغرب طبعا، وناحي بيلعب في نادي متواضع جدا في فرنسا اسمه انجي، ورايح هناك بعقد 90,000 دولار في السنه. انت مش متخيل انه هيروح حته كويس هو ولا مرابط؟ لا بس ياسين بونو، وناحي ممكن تلاقيه في برشلونه، ياسين بونو ممكن يبقى في البايرن. انا بكلمك على تقارير صحفيه، مش بكلمك على هل الكلام ده يعني راي مش شخصي. مش تم الاداء وتمت الترجمه معاك في ده جدا. ما انا ده اللي بقوله لك انه ممكن جدا يبقى تجربه الاحتراف عليه ليها فايده عائد يعني على اللاعب وعلى المنتخب اللي بيمثله من طبعًا. بعده حتى لو كانت في نادي صغير جدا، مش بالضروره يبقى بدايه المشوار. اصل احنا عندنا ايه، انا عايز العب في
ريال على طول، انا عايز العب في ما خدش الموضوع السلم التصاعدي مره واحده بالظبط كده. يعني ممكن تبقى البدايه في نادي متواضع جدا وتاخد تجربه وتتعلم وتفهم. صلاح كان بازل. في بازل، بازل سويسرا، والنني كان في بازل تشيلسي، وزيدان كان في ماينز، بس خلاص. واحمد حسن اعتقد برضو بدايته ما كانتش اندرلخت، لا. وميدو كان في نادي فرنساوي كده اعتقد، مارسيليا كان في ابتدى في جانت البلجيكي قبل ما يروح اياكس، وقبل ما يروح مارسيليا، وقبل ما يروح مارسيليا وتوتنهام بعد كده وروما. يعني احنا بنقول ان الخطوه دي هتودي اللعيبه في حته تانية والمدربين في حته تانية. يعني انت بتخيل ان لعيبه المغرب كلها ال 26 دول فيهم 23 محترف وثلاثه بس محليين؟ لا، تعالى لي بقى في الحته دي، لانه برضو ده نقطه مهمه جدا. النقطه دي احنا اتكلمنا فيها قبل كده في السادسه ورصدناها على مدار اكتر من حلقه لو تفتكروا. اللي بيتابعنا جمهور السادسه عارف الموضوع اكيد. فكره اللاعبين المصريين المولودين في الخارج، او يعني اتولدوا وبيلعبوا في كره قدم في دول اوروبيه، وتعرض عليهم بالمناسبه في اوقات كتير جدا ان هم يلعبوا باسم الدوله دي او ياخدوا جنسيه الدوله دي. واحنا طرحنا اسماء كتير جدا وقلنا انه من الممكن الاستفاده بتجربه دول في ان هم يكونوا دعم الجيل الجديد من المنتخب او المنتخبات المصريه. منتخب المغرب فيه 14 لاعب اتولد وعاش وتربى ولعب كوره في اوروبا، ونجحت اداره بيقولوا عليها الجامعه الملكيه هناك، الجامعه الملكيه الكوره بتاعهم، يعني ان هم يتواصلوا معاهم ويقنعوهم ان هو يجي يبقى موجود المغربي. منهم مثلا زياش على فكره، يعني زياش كان زياش لعب بالفعل في منتخب هولندا، يعني زياش في منتخبات الشباب لعب في منتخب هولندا، ولكن لما يتواصل معاه المنتخبين المديرين القائمين على المنتخب المغربي عشان يمثل المنتخب المغربي الاول وافق، وبقى واحد من اهم نجوم الكره المغربيه في السنوات الاخيره. ازاي بتشوف ده؟ شوف السنغال نفس الحكايه برضو على فكره، السنغال في جزء كبير جدا من لعبتهم جيل تاني وجيل تالت اتولدوا وعاشوا في، يعني الاب او الجده هاجر اوروبا والولاد دي اتولدت وعاشت في اوروبا ولعبت في اوروبا وتم التواصل معاهم ولعبوا باسم منتخب السنغالي. وغانا نفس الحكايه برضو. استاذ احمد 16 لاعب في منتخب فرنسا، منهم مغاربه ومنهم جزائريين ومنهم الاصول افريقيه. أيوة. هنقول زيدان من أصول وبنزيمة. عربية أصول عربية أصول زيدان عربية. وبنزيمة مش كانوا ممكن يلعبوا المنتخب الجزائر فرنسا رئيس الجامعة الملكية سمير نصر قبل كده الجامعة الملكية ما فكروا ان هم يقنعوهم جيل الصالح العام ولا الناس بتفكر وبتخطط بس طبعاً. خلاص فكرت في 14 لاعب احنا هنا نعرف مين موجود في المانيا ولا في فرنسا ولا في انجلترا ولا في هولندا ولا في اي دوله او في التشيك او في اي حته. احنا جبنا هنا 11 اسم ل 11 لاعب مصري ممكن نعرفهم مواليد. لا ممكن نبقى عارفينهم، احنا ممكن نبقى عارفينهم يعني ما نعرفش عنهم حاجه. ما نعرفش عنهم حاجه. انا فاهم بس انا دوري ان انا اقدم المعلومه او اقدم بروفايل اللعيب، وهي دي اهم حاجه اتعملت ان الاستاذ احمد بيقدم سي في اللعيبه الناس ما تعرفش عنها حاجه. انا بتكلم عن انت بتتكلم عن 11 ولا 12 لاعب. ايوه فرقه كامله موجوده في اوروبا مع مختلف البلاد، فرقه كامله موجوده. مين اللي عنده المقدره للاقناع بده ان يبقوا موجودين بيمثلوا منتخب مصر؟ يبقى انت بتخطط امتى انك وصلت ليهم. نيجي للتخطيط رقم 2، الاقناع. بعد كده كله سهل. هم عملوا كده، يعني اما فوزي لقشع عمل وخد قرار ان هو يجيب اللعيبه دي اقنعهم، واما فكر ان هو يستبعد المدير الفني قبل كاس العالم بشهرين ونص جاب وليد الرجراجي، هل هم ما شكروهوش على اللي هو فكر فيه؟ راجل بيفكر، عنده بعد نظر، عنده خطه طويله المدى في الشغل، عارف هو بيخطط لبلده ازاي، وعارف بيخطط للاعيبته ازاي، وعارف هيوصل لعيبته لغايه فين. وعلى فكرة عشان في ناس بتقول أو اختلط عليها الأمر فكرة إنه الناس دي بتخطط والناس دي حاطة خطة طويلة المدى، طب إزاي ده ممكن يبقى في تناقض مع مهم جدا نوضح النقطة دي يا كابتن عمرو. الناس دي عندها خطة طويلة المدى وماشية باستراتيجية معينة، إزاي يمشوا مدرب الأساسي اللي وصل بيهم كأس العالم قبل كأس العالم بشهرين ويجيبوا مدير فني وطني؟ خليني أقول لحضراتكم الرد على الكلام ده
ان وليد الرجراجي مدرب وطني بيتم اعداده لقياده المنتخب من فتره طويله جدا، يعني مش وليد اللحظه او القرار ما جاش فجاه احنا زعلانين من خليلوزيتش طب مشوه هات وليد الرجراجي، لا في شغل او في برنامج محطوط لاعداد وليد الرجراجي بقاله فتره طويله جدا، وكانت اللحظه المناسبه بعد ما وصلت المشكله او المشكلات في اوضه اللبس والازمات اللي حصلت بين نجوم المنتخب المغربي وخليلوزيتش كانت مخاطره كبيره جدا لخليلوزيتش من وجهه نظرهم انه يقود المنتخب في البطوله في شهادة النجوم دول، فقال لك لا شكرا خليلوزيتش نجحت في الهدف الاساسي الوصول ومن اللحظه دي هيكمل وليد الرجراجي. بص استاذ احمد وضحت معلومه غايبه عن اذهان الناس داي. ان وليد الرجراجي مش من الدار للنار، وليد ثلاث او اربع سنين من ايام ما كان في الوداد وحقق هو بالفكر وبالاسلوب المدرب الوطني كانوا مجهزينه، بس الوقت المناسب لعرضه لمنتخب المغرب هو جه في الوقت اللي استبعدوا فيه وحيد خليلوزيتش ومسك وليد الرجراجي. ايوه هما في الوقت ده بقى اما يجي يكافئوا الاسلوب والفكر والتخطيط مش الراجل نجح، نجاح اعجاز وانجاز طبعا. مش هيكرر تاني في تاريخ المغرب يحسب طبعا. اقفل معاك كاس العالم المنتخبات وافتح كاس العالم للانديه. ايوه استقبلت ازاي الخبر الحقيقه؟ يعني هو يعني احنا كلمنا يمكن قبل كده مع جمهور السادسه وقلنا انه احتمال مشاركه الاهلي واحنا بنبص على 2023 يعني احتمال مشاركه الاهلي في البطوله في احتمال كبير جدا، وقلنا انه عندنا ثلاث تحديات في البطوله دي كاس عالم انديه وسوبر ليج وتشامبيونز ليج، وقد كان فعلا مشاركه الاهلي كمان في شهر في بدايه شهر فبراير لثامن مره في كاس العالم للانديه. استقبلت الخبر ازاي قبل ما اكلمك بقى في الاستعدادات والتحضير للبطوله؟ استقبلت الخبر ان احنا اول مره نشوف جواب بخطاب تملي الخطابات بتتاخر. ما بنشوف فيفا لا الفيفا ما عندوش الكلام ده. لا احنا ده حق النادي الاهلي. ايوه وحق النادي الاهلي في كاس افريقيا ان هو يكون هو البطل، هو كان بيدي مخفيه ان هو الاهلي مش موجود. هو بقى ده يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. النادي الاهلي جه في الوقت اللي كان عجب لكل الانديه وكل البلاد ان النادي الاهلي يبقى متواجد ويمثل كاس العالم للمره الثامنه في 2023 فبراير اللي جاي. في بدايه الموسم قلت انه الموسم ده مقسوم لجزئين، جزء قبل بطوله كاس العالم وده الجزء البسيط والسهل في المتناول، وخصوصا انه مقدماته بتقول انه في فتره راحه سلبيه وفي معسكر اعداد وفي جهاز فني جديد وفي قائمه خاليه من الاصابات، فبالتالي مش هتجد صعوبه فيه. الجزء الثاني الاصعب هو بعد كاس العالم، عندك هيبقى جدول مضغوط، عندك مشاركه في عدد كبير جدا من البطولات، محكات قاريه ومحكات عالميه، وبالتالي مستوى المنافسه والتحديات اصعب بكتير. هل بتشوف انه الفريق جاهز وان الفتره اللي هتفصل بيننا وبين البطوله كافيه وجاهزه لتحضير الاهلي قبل البطوله ولا لا؟ يعني هنقول الفتره اللي النادي الاهلي تكرر له نفس السيناريو، اعتقد ان بقى في خبرات ان احنا نقدر نتعامل مع المواقف دي ازاي. النادي الاهلي دلوقتي عنده فرقتين كاملين وهتجيب تدعيمات في المنتدى الشتويه طبيعي ما فيهاش كلام. النواقص اللي موجوده ده طبعا من لجنه الكوره والمدير الفني مستر كولر هيختار اللي هو محتاجه. الاصابات اللي كانت موجوده الاهلي كان في السنه اللي فاتت 28 لعيب كانت مستشفى النادي الاهلي اللي خارج داخل واللي داخل خارج، اللي بيخف بيرجع تاني. اصابات كانت اصابات كتيره اللعيبه كتير ومحمود متولي. احنا بنقول يحافظوا على نفسهم. نفسي اقول حاجه بس يا استاذ احمد مهمه جدا من خلال برنامجك. نفس الجمهور ما يضغطش على لعيبه النادي الاهلي، هو اصلا مضغوط، هو بيأمل وبيتمنى. انت شايف ان الجمهور بيضغط يا كابتن عمرو؟ نهدى، ما فيش حد بقى بيتمنى الفشل. ما فيش حد بيتمنى انه يخسر. بس يعني انا ايه نوع يعني انا من ساعه ما ابتدينا الموسم ده حتى بعد التعادل مع فيوتشر انا شايف ان الجمهور الحقيقه بس هو انا عايز اقول ايه يعني في حاجتين ما فيش اي ضغط بالعكس. الجمهور علاقته باللاعب الانجاز. ايوه واسم النادي هو رقم واحد. مظبوط. اللاعب يفصل علاقته بالجمهور بالتعامل مع السوشيال ميديا، ما تتكلمش، خليك تملي مركز في اللي انت فيه. سمعنا كلام كتير على لعيبه كتير، افصل ده وركز في شغلك وبس. انت اتعاملت مع ضغط جماهيري مباشر في مدرجات. يوه مظبوط. يعني جمهور بيحضر تدريبه فبيقول اللي هو عايزه، حق. جمهور بيحضر في الماتش في المدرج بيقول اللي هو عايزه. ده تعاملك مع الجماهير. الجيل ده ما شافش جمهور في المدرج. الجيل ده
شايف جمهور على على واقع وهمي، على واقع افتراضي، على واقع انا اسف في كلمه مدفوع وممنهج. اغلبه ممنهج، يعني في ناس بتتحرك مفتعل. مفتعل من مين وغرضه ايه وهدفه ايه، دي قصه تانية بقى. فانا مش اللي مش بقدر استوعبه ازاي السوشيال ميديا تكون بتمثل ضغطه، ممكن تبقى بالنسبه للجمهور دي قصه تانية، لكن بالنسبه للعيبه ليه ممكن السوشيال ميديا تبقى عنصر ضغط عليه؟ هقول لك على حاجه، انا مقتنع ان اللعيبه يعني من خبرات كباتن الفريق اللي موجوده وكبار الفرقه يقدروا يلموا الموقف بهدوء جدا اي موقف بتحصل له. احنا ما كناش بنخرج بره غرفه كابتن صالح غير لما كابتن شوبير وكابتن علاء عبد الصادق وكبار الفرقه وياخدوا قرار، وكابتن اسامه احنا خرجنا نسينا اللي اتقال جوه، ما يطلعش اي كلمه، نشتغل على ده. اللي المكسب بيولد مكسب، بيقلل النقد، بيخلي الناس، احنا كان ايامنا ما كانش فيها الا قنوات متعدده والصحافه. ايوه دلوقتي بقت المواقع اكتر بكتير بكتير من الصحافه، ما حدش بيقرا جرايد، كله بيقرا المواقع، كلمه مكتوبه استاذ احمد عمل ايه، لابس ايه، سوى ايه، جاب ايه. احنا بنفكر النادي الاهلي، انتوا كلاعيبه حس ان الامور اللي حواليك دي مفتعله، افصل ما بينك وما بين الامور اللي بتبقى حواليك، فكر في التحقيق. ايوه فكل ما هتحقق كل ما هيقل الضغط، كل ما هتحقق كل ما هيقل الضغط، كل ما هتحقق كل ما الضغط هيتحول ليك انجاز. انت بتحقق الصعوبات، الضغوط اللي حواليك، واللي الناس بتتكلم عن لاعب هيتكلم عن استاذ احمد، هيتكلم عن عمرو، هيتكلم عن محمد، عن سين صاد عين، انت تخليك في الانجاز اللي انت بتعمله، مجرد انك عملته خلاص ما حدش هيتكلم، هيحصل سكون تاني عشان يقوم من تاني. البطولات انت هنقول كلمه من ساعه ما مستر كولر جه 6 اسابيع قال لك بتكلموني على الملف رقم 1 هو مباراه السوبر، واول لما كسب رحنا في حته تانية. الدكتور والعالم وال انا لا بحب المبالغه قوي كده بالظبط كده، ولا بحب دي التشاؤم قوي كده، انا بحب يعني حاجه واحده يعني ان النادي الاهلي من طبعه الكيان ده مفيش حد بيتدخل في اي امور تخص غير النجاحات. انت كلاعب بتحقق نجاحات، والمدير الفني بيحقق طموح من خلالك كنجاحات اللي انت عاملها. أيوة. والنادي الاهلي بيتوج اكثر ما هو متوج من المتحف اللي موجود من البطولات، نزودها كمان. ارتب معاك ورقي، ارتب معاك ورقي الموسم ده. احنا اتفقنا ان الموسم جزئين، الجزء الاول ده الاهلي نجح فيه بشكل كبير، يعني مفيش حاجه تقدر تقول انك انت عندك مشكله. لا انت في افريقيا ماشي، يعني مشيت كويس في السوبر، خدت اللقب على حساب الزمالك، وده كان لقب مهم جدا طبعا، وفوز مهم وكان جدا، مطلوب في الوقت وكان ده، كان مطلوب في الوقت ده. وفي الدوري باستثناء النقطتين اللي فقدتهم قدام فيوتشر انت متصدر الجدول الدوري، فانت ما عندكش كارثه. لكن السؤال هنا اللي ممكن يبقى شاغل الناس، انت رايح بعد كده للصعب، رايح بعد كده للصعب، حتى فيما يتعلق بالميركاتو، يعني بعد خبر كاس العالم انا عارف ان جمهور نادي الاهلي مستني ميركاتو شتوي في منتهى القوه. تمام، في منتهى القوه. لكن لما اتقال خبر كاس العالم كمان، لا ده انا مش عايز كبر الموضوع اكبر، ده انا عايز ميركاتو جبار بالظبط كده، صح ولا غلط؟ طبعا. فبالتالي السؤال هنا، انت جاهز للي جاي، وايه اللي انت محتاجه في الفتره اللي جايه دي عشان تروح كاس العالم بشكل يليق بفريق رايح على الاقل ينافس على انه يوصل مباراه نهائيه. انتهي ده طموح الناس النهارده انه الاهلي يوصل للمباراه النهائيه. حقق التارجت باسلوبين، خد ملف مرحله مرحله. المرحله الاولى بلان ايه، اللي انا شغال في الدوري زي ما انا وحققت ان انا اول لغايه ما اوصل لكاس العالم. ومن كاس العالم ما من قبل 15 يوم بركز وبفكر باسلوب متطور اكتر. طيب يعني انت عايز تبص ماتشاتي في الدوري ده الفتره اللي جايه دي على انها اعداد للبطوله. برافو عليك. هتثبت تشكيل، هتدور لعيبه، هتجرب لعيبه كتير. انا عملت روتيشن كتير. تمام. هو عمل تدوير للعيبه كتير. أيوة. في مجاميع معينه او لعيبه معينه مش هتخرج بره اذهان الراجل. الشناوي وعبد المنعم واكرم ومعلول ومتولي وديانج والسوليه وحمدي فتحي، هتلاقي لعيبه كتير. وطاهر وعبد القادر وكريم فؤاد. الناس بقى منتظره منك اللي هيحقق لك اللي انت عايزه كهداف لنادي الاهلي، هتجيبه ولا هم ده اللي شاغل الناس بقى. هل الهداف بتاعك هيجي، الهداف اللي انت بتستناه، الاسماء اللي طرحت في السوق، مصر كلها بتتكلم الاهلي هيجيبه. سيبوا الناس اللي بتدير بتفكر في مصلحه النادي باسلوب راقي. احنا بنفكر في مصلحه النادي ان احنا النادي بتاعنا يبقى في احسن مكان. الفتره اللي جايه هي فتره كل الناس تلتف حوالين النادي الاهلي، احنا رايحين بنمثل
بصفه خاصه النادي الاهلي وبصفه عامه جمهوريه مصر العربيه في مصر مصر أيوة. كاس عالم لازم كلنا نبقى ملتفين للنجاحات دي. طيب مراكز تحتاج الى الدعم يمكن يكون من الاسماء اللي حضرتك قلتها اسماء على اعلى مستوى ومعهم اسماء تانية عشان ما ننتقص ما نقللش من حق حضر حق يعني في الاهلي الحقيقه اسماء على اعلى مستوى سواء شاركت بشكل اساسي او حتى ممكن تكون موجوده على الدكه وما خدتش فرصه او ما وصلتش للفورمه اللي تقنع مستر كولر انه يدخلهم بشكل اساسي، لكن في النهايه انت محتاج دايما في كل مركز لعيب واثنين اكيد اثنين وما يمنعش ثلاثه. هل بتشوف ان كل المراكز في الاهلي فيها واحد واثنين وثلاثه على نفس المستوى او مستويات او الفوارق في المستويات في قريبه ولا في مراكز لازم تحتاج لدعم في الميركاتو ده؟ انت محتاج فيرود، فيرود معنى كلمه هداف مش راس حربه يعني. اه عندك مشكله ربنا يبارك له ويكرمه علي معلول لو مش موجود هتفكر في مين؟ باك شمال في كريم فؤاد يتطرف عشان اكرم ولا هتلاعب مين؟ وقت انك تراهن على موهبه طالعه وقت انك تراهن على كريم الدبيس وقت انك انت تراهن على محمد اشرف وقت دلوقتي؟ انك انت انا بسالك يعني دلوقتي هل تراهن؟ لا مش هراهن ما تراهنش ما راهنش عشان يعني ما تلومش على مستر كولر انه انا عايزك وانت بتشتغل مع فرقه تطلع لي او تكتشف لي واحد واثنين وثلاثة من تحت جاي مش دلوقتي مش وقت مش في المرحلة دي جاي عشان ما احكمش ايوه انا كمشاهد او كمحب للنادي الاهلي باعدام على اللاعب اللي هيشارك يعني لو ما اداش لما الناس تقول لك مثلا ليه ما تديش رشدان ليه ما تديش مغربي ليه ما تديش فاهم قصدي يعني انا عارف ما هي فرقه النادي الاهلي تشيل اي حد بنشرح طبعا بص يا استاذ احمد النادي الاهلي لعبته تقدر تشيل اي حد يعني اقول لك على حاجه من الحاجات اللي بهرتني حسين الشحات الشوط اللي لعبه التكالنج دي ما شفتهاش من حسين بقالي كتير اوكي هو ده قفشه انا بهو بناشد قفشه من هنا من قناه الاهلي انت من احسن لعيبه نص ملعب جت في مصر فكر مالكش دعوه بحد فكر في نفسك فكر في ازاي امكانياتك دي تجاندها للنادي الاهلي انت وحسين وطاهر وعبد القادر وسافيو وشادي وشريف وحسام مطلوب منكم كتير عشان انتوا دوقتونا كتير انتوا اللي عملتوا ده قبل كده احنا عارفين امكانياتكم الحظ مش ماشي في خطوه ولا اتنين مش هيفضل طول عمره معاند هيديني برضه هيديني في وقت انا محتاج فيه انت محتاج فرود فرود الراجل محتاج اللعيب اللي بيبني من تحت الهجمات وبيحضر ايوه زي عبد المنعم متولي انا بقول الغلط عندك يا رامي انت وهاني وايمن اشرف وياسر من الموضوع سهل حضر اتمرن على نفسك اشتغل حضر بالاسلوب اللي هو عاجب الراجل ما هو الاجنبي ما يعرفش الاستاذ احمد ولا يعرف عمرو مش عارفنا ادائك هو اللي بيعرفه بيك محمود متولي وانا مع حضرتك هنا سعد سوارش قلت لك اكتر واحد مستفيد في ده اكتر واحد حقه يبقى في المكان ده اتكلم عن نهايه الموسم اللي فات بالظبط اكتر واحد امكانياته وكورته وقلت في كل القنوات صحيح. المسموعه او المرئيه انه لعيب كبير وهو اشتغل ومالكش دعوه بحد اشتغل على نفسك واشتغل على فكر المدرب وشوف اسلوبه راح لغايه فين وهتشتغل وهتلعب في هزه حصلت في هزه حصلت سيبك من النقطتين اللي ضاعوا انا قلت يعني في الحلقه تاني يوم ماتش فيوتشر قلت انا اول مره ما بقاش متضايق لما الاهلي يخسر نقطتين لانه في التوقيت ده احنا كنا محتاجين نقطه نظام شويه سلسله المكسب المستمره نقطه فوقان عشان اللي جاي مهم بالظبط كده يعني بتبقى محتاج شويه يعني وجايه امتى تقف وجايه امتى أوه. قبل كاس العالم للانديه لازم تفوق السؤال بقى ماتش فاركو بكره ماتش صعب برضه ماتشات الاهلي بالمناسبه لغايه كاس العالم كلها مع فرق بتلعب كوره يعني كلها مع فرق ممكن تبقى طمعانه في الاهلي ماشي فعندي بكره ماتش مع فاركو فاركو دلوقتي ايهاب جلال كابتن ايهاب جلال اعتقد اللي بيمرن فاركو بعد الميدا ما مشي ايه اللي مستنيه من الاهلي بكره وايه اللي متوقع انه مستر كولر يغيره في الطريقه وفي شكل الاداء اللي ظهر بيهم عليه الاهلي قدام فيوتشر عشان نشوف الاهلي راجع تاني هقول لك على حاجه الجمله اللي سمعتها هو يعني ركنت عندها كده شويه وقعدت افكر فيها ان الراجل بعد المباراه خرج على يلا تعالوا تعالوا بقى نتكلم تعالوا بص تعالوا بقى نتكلم ايه السبب ليه مش لعب ضربه الجزاء وارد يحصل اي حاجه في حاجه زي ليه فرطنا في ده ليه الاداء ما كانش بالمستوى المطلوب التوقف كان لصالح كل الفرق اتوقع عليك غرامه قبل كده طبعا اتوقع بتضايقك
ضايقتني بس وانا متضايق كابتن رمضان ذللها بقعد معايا 5 دقايق. يعني كان في مباراه واخطات في مباراه اسوان وانا طالع العب تكف بدماغي كره وقفت على دراعي اتحسب ضربه جزاء وخسرنا. فسمعت كلمتين جامدين قوي. فقلت يعني هو كل الناس انا اللي الوحيد اللي شايف نفسي كويس. فكابتن رمضان قال لي طب ايه يعني ايه انت مش هتيجي التمرين؟ يعني ايه تمرينتين ما جيتش؟ وقع عليا الغرامه الخطا اللي حصل ووقع عليا الغرامه الغياب التمرينتين. وقال لي ياما هتغلط انت المفروض تقف وتقف وتتحمل وتراجع نفسك. وابتديت اشتغل على نفسي واتمرنت مع الدكتور على اشكال فترتين وبتزود لغايه اما جات لي. واما جت مسكت فيها ما سبتهاش. بس اتعلمت ان هي دي الخبرات اللي انا الخطا ده ما يهدكش. يعني الالم ده او الغلطه دي او الدفعه دي ما تهزنيش. 6 ريختر خفاف. لو جالي 10 انا عندي الديفنس ده. اللي بيبين المعدن هنا اسمح لك كابتن عمرو اختم بدي. اللي بيبين من الكلام اللي بيقوله كابتن عمرو انه الحاجات اللي زي دي بتبين حقيقي المعدن قادر بعدها تقوم احسن وافضل واقوى من الاول ولا لا. ده اللي بيكشف بالنسبه للجمهور. على فكره ماليش دعوه بالاداره ماليش علاقه بالجهاز الفني بتكلم كجمهور. قادر تقوم وترجع احسن وافضل من الاول هو ده اللي دايما بيحطك مجرد يا استاذ احمد حته خاصه جدا عندك مجرد انك اديت نسي صحيح. اللي فاتت صحيح هو بينسى صحيح. مش بيحاسبك بال هو عايز يحاسبك بالاجمالي بس انت بتهيألك ان هو بيحاسبك بالفردي بالقطعه. نورت الدنيا كابتن عمرو كل التوفيق لرجالتنا بكره في انتظار عدد قوي ومشرف يرجع لنا شكل الاهلي وادائه الحلو اللي بدا بيه الموسم مع مستر كولر. وبعد الماتش يكون لنا لقاء ان شاء الله باذن الله. عندنا كلام كتير طبعا في كل اللي جاي عن كاس العالم وعن تشامبيونز ليج من 11 تبتدي المفرمه. بشكر نجمنا وضيفنا النهارده في السادسه كابتن عمرو الحديدي. شرفت ونورت كابتن عمرو حبيبي يا استاذ احمد. نورت الدنيا وبشكركم على المتابعه. دايما نتقابل على كل خير في السادسة. تحياتي ليكم.